وبالنسبه بقى البوستر يعني فيها كذا في سؤالين بالنسبه لي على البوستر. اولا هو ظهور سيمون كبنوته بتغني من اول البوم لتاني البوم بلوك معين بشكل معين، وبالمناسبه هو ده كان شكل البنات في مصر وقتها، بس ما كانش عادي انه المغنيات والمطربات الجدد يطلعوا بالشكل ده. انت طلعتي زي ما انت زي كل البنات. ايوه صحيح، كان وقتها انا كنت في اولى جامعه، والصدفه لعبت ان انا بقيت فنانه. والجميل في الموضوع انه انا كنت على طبيعتي، يعني طول الوقت انا على طبيعتي، شعري، شكلي، لبسي، ما كانش فيه البنات الطبيعيه كده، لكن الفنانات كان وضع مختلف. أيوة. يعني وكان لازم يستوروا بلبس معين ويقفوا وقفات معينه. انا كنت الطبيعيه خالص، يعني جدا يعني زي كل بنات الجامعه، زي الجامعه وقتها. بنات جيلك؟ زي بنات جيلي، ولو ان برضو بنات جيلي كانوا كلاسيك، يعني كانوا فساتين وشعر وكده برضو، لان يعني لسه داخلين الجامعه جديد. مختلف عن ثانوية عامة شوية. أوكي. بس أنا كنت لسه محتفظة بروح ثانوية عامة، يعني أوكي. روح البنوتة صغير اللي هي جاية كده يعني تحتفل يعني. ففي ثانية بقيت مشهورة في الجامعة. يعني امبارح كنت سيمون، النهاردة كنت سيمون المشهورة. يعني اتعاملتي ازاي مع أصحابك وزمايلك في الجامعة وانت سيمون المشهورة؟ وخلاص بقى انت داخلة الجامعة فكل بيقول سيمون. اصحابي الاول ما صدقوش ان سيمون دي هي سيمون دي، سيمون بتاعت المدرسه. بقت سيمون النجمه في واحده، لا قالوا لي في واحده واخد نفس اسمك بقت مشهوره. أوكي. قلت لهم انا، قالوا لي لا دي واحده اسمها سيمون. فبقيت اجيب الكاسيت اهو ايه ده يعني انت؟ اقول لهم ايوه انا. لانه حصل الحدث ده بين في ساعتها وفي الوقت نفسه. بصراحه عشان ما اكذبش عليك، معرفش ازاي انه انا من بدايتي لغاية يمكن هذه اللحظة فيش اي حاجة تغيرت. يمكن شوية نضج، شوية يعني اليات الزمن، ان انا ما بحبش الحاجات اللي هي فيها يعني مظاهر جامدة قوي او كده، لكن هو نفس الروح. احتفظت بفكرة انه الفن جواك مش براك قوي، يعني ممكن ابقى مبسوطة باللي بقدمه، بس المظاهر الخارجية إلى حد كبير هي هي، يعني شكلا، موضوعا، طريقة. يعني ما عنديش حتة ان انا يعني، ولو ان الحاجات دي غلط برضو، الواحد لازم يعمل غلط نجم ولا حاجة شوية والله. برضو يتنجم كده. وليه الواحد يتنجم بالذمة يعني؟ يعني هيحصل يتنجم ايه اصلا؟ وكلمة يتنجم دي معناها ايه برضو؟ ما هو ده اللي انا عايز اعرفه، يعني ايه يتنجم يبقى نجم؟ يعني تعيش على اصحابك بقى، يعني ايه اللي هو ما تردش على تليفوناتهم مثلا؟ لا، ليه سموها نجومية؟ عشان النجم بعيد ما حدش يعرف يقرب منه، بس يشوفه من بعيد. طب ما هو هيخفت. النجم في العلالي. ايوه، بس بيخفت، بيختفي النجم. النجم او النجمة بس الناس بتدور عليه، بس بيختفي. تيجي نتفلسف في الحته دي شويه؟ جدا، ما عنديش اي مشكله. انا بحب يعني ده، انا احب الفلسفه قد عينيا. وانا جدا قد عينيا. النجم عالي جدا، مش اي حد يوصل له، بل استحاله انك توصل له. العثور عليه سهل، وانه هو طول الوقت هو الاكثر سطوعا، بس هو الابعد منالا. فيقول لك خليك نجم، محدش يعرف في طولك، محدش بيعرف. الصحفيين يدوروا عليك، اللي مش عارف اللقاءات تتهافت وانت عمال بترفض، تجي لك العروض بتاعت الشغل وانت تقعد تنقي بمزاجك وترفع في طلباتك لا بتعتبر كده. انا هخليني بني ادم طبيعي عادي جدا، ما تعرفش هويته لو انت ما تعرفنيش. يعني لو انت مش حضرتك، مش مصري، ما تعرفش مين، كلنا زي بعض بني ادمين طبيعيين. لو انت ماشي جنبي فتقول اهلا وسهلا، اقول لك اهلا وسهلا، وانت مش عارف نجار، فنان، مذيع كده. خلينا بشر. فانا بين يديك هو ده احسن واريح. انا مع كلمه خلينا بشر، خلي النجوم فوق في السماء، احنا بشر مع بعضنا. ماشي، عاملها اغنيه دي. خلي النجوم في السماء، خلينا بشر مع بعضنا. حلو كده، بقى في مطلع غنوة، ويبقى نشوف حد كده يبقى مبدع جدا يكملها لنا. خلي النجوم، خلينا بشر مع بعضنا. هتيجي خلينا بشر مع بعض. هتيجي.